أهلا وسهلا بكم إلى موجز الأهم الأنباء من قناة النبا الأخبارية. قتل عنصران من ميليشيات حفتر وجرح خمسة آخرون في انفجار لغم أرضي في محور الأجوارشة بحسب مصدر طبي. وأوضح المصدر أن القتلى والجرحى من منتسبي الضفادع البشرية، وأشار إلى أن قتيلا وثلاثة جرحى من سكان الأبيار وتم نقلهم إلى مستشفى الأبيار القروي. ويأتي هذا فيما تواصل ميليشيات حفتر قصف محوري الصابري ووسط البلاد بالمدفعية الثقيلة والبراميل المتفجرة بحسب مصدر من مجلس شورى بنغازي. أحرقت أربعة منازل في منطقة الليثي في بنغازي في ساعات الصباح الأولى من قبل كتيبة أولياء الدم التابعة لحفتر بحسب مصادر محلية. وأكدت المصادر أن عناصر من كتيبة أولياء الدم اقتحمت المنازل وأخرجت مالكيها موجهين لهم تهم الموالاة لمجلس شورى بنغازي. وأضافت المصادر أن النيران ظلت مشتعلة بالمنازل دون أن تستطيع أو يستطيع الجيران إخمادها بعد تحذيرات الكتيبة لهم بعدم الاقتراب منها. ويشار إلى أن منطقة الليثي شهدت سلسلة حرق واقتحامات وهدم لعدد كبير من المنازل بعد انسحاب مقاتل مجلس الشورى منها في الفترة الماضية. قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى مصرات المركزي عبد العزيز عيسى أن لجنة الأزمة الطبية قامت بإفادة 23 جريحا لتلقي العلاج في تونس وتركيا. وأوضح عيسى لقناة النبأ أنه بترحيل المجموعة الأخيرة الخميس تكون اللجنة قد انتهت من إفادة جميع الجرحى الذين تتطلب حالاتهم العلاج بالخارج، وذلك إضافة إلى علاج بعض منهم بالمصحات الخاصة. ويشار إلى أن مستشفى مصرات المركزي تلقى عديد المساعدات الطبية من مؤسسات حكومية بسبب نقص في الإمكانيات داخله. دعا وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني لإيجاد آلية تنسيق بين عملية الاتحاد الأوروبي صوفيا في وسط البحر وجنوب البحر الأبيض المتوسط وعملية المسعى النشط التابع لحلف شمال الأطلسي الناتو. وقال جنتيلوني في تصريح صحفي في عقاب اجتماع نهاية الاجتماع الوزاري الذي عقد في مقر حلف الناتو في بروكسل، قال أن هذه الجلسة ناقشت وجهة النظر الإيطالية المفصلية حول إمكانية التعاون بين البعثتين البحريتين الأوروبية والأطلسية في البحر الأبيض المتوسط. شكرا لكم ودمتم في أمان الله.